يقول السائل: هل إحياء ليلة عيد المولد النبوي بدعة؟ إحياء ليلها ونهارها، ما هو بس ليلها، كلها بدعة فلا يجوز العمل بها ويجب الحذر منها. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. هل إحياء المولد هل هو من محدثات الأمور ولا من السنة؟ من محدثات الأمور بلا شك. نعم.